وكالعادة بنبدأ معاكم أولى فقراتنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها لقاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس فاجن خاشتوريان رئيس أرمينيا في القصر الرئاسي في العاصمة ياريفان. أيضا جلسة المباحثات اللي عقدها سيادة الرئيس مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان. يمكن ده يا جمانة كان فيما يخص جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجولة الخارجية اللي كانت يعني آخرها يعني هذه الزيارة تحديدا. لكن فيما يخص الأخبار المحلية، امبارح كان في خبر هام جدا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللي أكد فيه إنهاء تراكمات البضائع في المواني المصرية والعودة إلى وضع ما قبل قرارات فبراير الماضي. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الرئاسي في العاصمة الأرمينية ييريفان مع الرئيس فاهاجن خاتشاتوريان رئيس أرمينيا، وأجرى الرئيس مباحثات مغلقة مع الرئيس الأرميني تبعتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. تناولت المباحثات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة لتبادل وجهات النظر فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن سبل التكاتف لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة الروسية الأوكرانية. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس أرمينيا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين للتعاون في عدد من المجالات. امبارح برضو عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وأكد الرئيس الاهتمام بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، خاصة في ظل العلاقات القوية والممتدة بين البلدين. وأشاد الرئيس بمواقف أرمينيا الإيجابية والمقدرة تجاه مصر وما تحقق من تطور كبير في العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، في ظل الاهتمام المتبادل من الجانبين بدفع العلاقات الثنائية لآفاق أرحب. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق ACI وإجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ، وأكد رئيس الوزراء إنهاء تراكمات البضائع في الموانئ المصرية والنجاح في العودة لوضع ما قبل قرارات فبراير الماضي، وده بالنظر لأهمية هذه الخطوة في عودة دوران عجلة المصانع ودعم الاقتصاد. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جهود دعم وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة المعنية العمل على تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات اللي من شأنها دعم قطاع الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في القائم منها. كمان امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي ملفات عمل وزارة قطاع الأعمال العام، وأكد رئيس الوزراء على الدور اللي بتوليه الدولة لتوفير مختلف سبل الدعم لقطاع الأعمال العام وأهمية تعظيم العائد من الشركات والأصول المملوكة لها، وذلك لكون القطاع بيمثل فاعل رئيسي في دفع عجلة قطاع الصناعة بما يسهم في النهوض بالاقتصاد. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروعي القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة من أجل دفع العمل بهما، وأكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية من أجل تذليل أي تحديات قد تظهر على أرض الواقع في هذين المشروعين، وده باعتبارهم من وسائل النقل الجماعي الحضرية اللي بتسهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة للقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية. امبارح نفت الحكومة الشائعات اللي ترددت بخصوص انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه كافة سبائك الذهب المتداولة في الأسواق معتمدة ومدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، ويتم منح مشتريها فواتير موثقة، وإنه في حملات رقابة وتفتيش دوري من قبل المصلحة على جميع محال بيع المصوغات والمشغولات الذهبية بالأسواق، وده للتأكد من عيارات المشغولات والسبائك الذهبية. نروح دلوقتي مع حضراتكم لما يحدث في محافظات الجمهورية المختلفة، لأن معنا مجموعة من الأخبار والأحداث الهامة اللي حصلت بالأمس في المحافظات، اللي منها توزيع 9000 كرتونة للمواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في الوادي الجديد. أيضا تجهيز 56 وحدة طبية و15 مستشفى استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الشامل في مطروح،
وانطلاق العمل في محكمة العريش بعد التوقف 8 سنوات، وأخبار تانية كتير هنتابعها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من أسوان اللي تم فيها الإعلان عن بدء العمل في إنشاء مصنع لتعبئة البوتاجاز بالظهير الصحراوي لمركز كومامبو على مساحة 60,000 متر مربع، وهيبدأ إنتاجه خلال 6 شهور بواقع 15,000 أسطوانة يومياً طبقاً لأعلى المواصفات القياسية. في الوادي الجديد تم توزيع 9,000 كرتونة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن ومراكز المحافظة ضمن المرحلة الثانية لقوافل وصل الخير التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. في البحيرة بيستمر عمل مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية، وتم الكشف على 274,288 مواطن من المستهدفين بالمبادرة. في كفر الشيخ تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المحافظة ومصلحة الأحوال المدنية من استخراج 117 بطاقة رقم قومي لسيدات وفتيات وذوي الهمم مجاناً في قريتين بمركز موتوبس. في المنوفية تم إقامة 44 منفذ داخل المحافظة في المدن والقرى لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار تنافسية أقل من الأسواق، وتم ضخ كميات كبيرة من الرز اللي بيبدأ سعره من 12 جنيه لحد 18 جنيه. في مطروح بيتم تجهيز 56 وحدة صحية ومركز طبي بالإضافة ل 15 مستشفى بالمحافظة استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل واللي تم إدراج المحافظة به في هذا العام. في القليوبية تم إطلاق مبادرة قرأت لك بمراكز شباب المحافظة واللي هتستمر خلال أجازة نص السنة. المبادرة بتستهدف زيادة الوعي لدى النشء والشباب وترسيخ ثقافة العلم والمعرفة. في شمال سيناء عادت محكمة العريش الابتدائية للعمل بشكل طبيعي بعد توقف استمر نحو 8 سنين، وبدأت بجلسات المشورة وتجديد الحبس وانعقاد الجلسات بمقر المحكمة ونيابتي قسمي أول وثاني العريش الجزئيتين. في بني سويف تم تأسير قافلة منافذ متحركة بتشمل 27 سيارة محملة بكافة السلع والمنتجات الغذائية، وده لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة بتقل عن مثيلتها في الأسواق الأخرى من 20% ل 40%.